حالة معيشية صعبة وظروف اقتصادية قاهرة لأغلب المواطنين في تعز، خاصة مع قدوم عيد الأضحى وزيادة طلبات الأسرة من شراء الأضحية وكسوة العيد ومقومات الحياة من أكل وشرب. ارتفاع جنوني بالأسعار مما اضطر المواطنين للابتعاد عن شراء مستلزمات العيد والاكتفاء بتوفير لقمة العيش واقتناء الحاجيات الضرورية فقط. الناس كلهم في تعز ظروفهم صعبة جدا، يعني أغلب الناس في تعز لم يكتسون ولم يذبحون الأضاحي بسبب أنهم لهم 6 أشهر بدون رواتب، والكثير من الناس في تعز يعيشون معيشة صعبة جدا، لا يا الله يحصلون قوت يومهم هذا. وضع المواطن وضع صعب بسبب عدم وجود الرواتب وحصار المنطقة وحصار المدينة، لأنه المرتبات يعني ما تجيلا بعد 3 شهور 4 شهور 5 شهور، وهذا يسبب أزمة. تضارب في أسعار العملة أدى إلى ارتفاع سعر البضاعة، خاصة التي تأتي من صنعاء وتمر عبر الجبال وقد تستغرق يوما كاملا لإيصالها، مع ارتفاع أجرة إرسالها يؤدي إلى امتناع المواطن عن شرائها لثمنها الباهظ. بالنسبه للأسعار، الأسعار في غالي نعم، والزبائن المادة عندهم ضعيف، والإقبال مكانهم ضعيف من رمش زي ما كان السنة واللي قبله. في نفس الوقت الحين واحد يشتري بضاعة، الصرف الحوالات، يعني واحد يشتري من صنعاء ضروري 130,000، يعني تخرج من فائدة قبل بضاعة، والأسعار إذا كانوا غالية الصرف صنعاء 160,000 جنيه، يعني الدرزن واحد يكلف البضاعتين واحد 100,000، يعني يخسر جنب أخذ حاجة 50,000 عشان يوصلوا لداخل تعز. يشكي التجار من تدني القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة الناتجة عن انقطاع الرواتب وعدم توفر الأشغال والوظائف وارتفاع سعر البضاعة وانتشار فيروس كورونا الذي حد من أرسال الحوالات الخارجية التي تعتمد عليها أغلب الأسر. الحالة الشرائية للناس صعبة وقبل زيادة الدولار والأسعار، طبعا الزبون اللي كان يشتري بدلة للطفل أصبح يشتري بدلة، واللي يشتري بنطلون باخر يشتري بنطلون بسبب ارتفاع الدولار وارتفاع الاسعار، كمان تاخر المعاشات حق الناس وضعف الحاله الشرائيه وعدم توفر الحوالات بسبب فيروس كورونا من السعوديه، لانه اغلب الزبائن معتمدين على الحوالات، لان الراتب ما يكفي 70,000 يدقيقه قارب بقاله ما يحتاج 17 جنيه يكسيها الا اولاد او الزبائن. انا ادار شرطه الاسعار، هناك الكثير ما يحافظ الله، الكثير ما يأتي العيد ويحمل معه الكثير من الاحتياجات والالتزامات التي تثقل كاهل المواطن البسيط، فيمتنع البعض عن كسوة الأطفال ويمتنع البعض الآخر عن أداء أضحية العيد ويكتفون بتوفير الضروريات من الحاجات الأساسية للأسرة.